السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج كونكت بلس الترم الثاني KG1، وكنا انهينا قبل كده شرح يونت 5، وان شاء الله النهاردة هنبتدي نشرح يونت 6 وهنحل معاها بعض التدريبات. ويونت 6 يا أصحابي عنوانها Let's Go Shopping. Let's Go Shopping يعني دعنا نذهب لنتسوق. Let's يعني دعنا، خلينا. Go نذهب. Shopping Shopping يعني نتسوق، يعني نشتري بضائع مختلفة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما احنا شايفين يا اصحابي، دي اول بيج في يونت 6 او اول صفحة في الوحدة السادسة، وفيها بعض الكلمات الخاصة بالملابس اللي احنا ممكن نشتريها واحنا بنعمل شوبينج او احنا بنعمل عملية التسوق. وهنا طبعا مجموعة الملابس دي هي فيها الكاب، الكاب يعني الطاقية، والسويتر، سويتر اللي هي السترة الصوف، والشورت، الشورت اللي هو الشورت اللي احنا عارفينه، والسكيرت، السكيرت اللي هي التنورة الجيبة، والتيشيرت، التيشيرت طبعا زي ما احنا عارفينه، والجاكيت، الجاكيت اللي هو الجاكيت اللي احنا بنلبسه كلنا زي ما احنا عارفين. فاحنا هنا عندنا 6 انواع من الملابس زي ما احنا شايفين. اول حاجة الكاب، وموصلها لنا هنا هوت بالكلمة بتاعت الكاب. تاني حاجة الشورت، الشورت اللي هو الشورت زي ما احنا عارفينه، وكلمة شورت موجودة هنا هوت، شورتس، شورتس يعني شورت. تالت حاجة التي شيرت، التي شيرت اللي احنا شايفينه ده، وهنا كلمة تي شيرت. نمبر 4 اللي هي السويتر، سويتر يعني سترة مصنوعة من الصوف، سويتر، سويتر يعني سترة من الصوف، وهنا كلمة سويتر زي ما احنا شايفين، سويتر، سويتر. نمبر 5 هنا السكيرت، السكيرت او التنورة او الجيب، او الجيب الخاصة بالبنات، سكيرت، وهذه كلمة سكيرت، سكيرت، سكيرت. واخر حاجة جاكيت، جاكيت اللي هو الجاكيت اللي احنا بنلبسه كلنا في الشتاء، جاكيت، جاكيت، وادي كلمة جاكيت. وطبعا الصور الخاصة بكل قطعة من قطع الملابس دي والاسم الخاص بيها. نبدأ بأول حاجة. اول حاجة الكاب زي ما احنا شايفين ده الكاب. The beginning sound اللي هي حرف السي بينطق هنا كي، كاب، كاب، وبينتهي والاندنج ساوند بالبي، كاب، كاب، كاب. نمبر 2 الشورتس، شورتس، الاس اتش بتتنطق زي الشين، فالبيجيننج ساوند ش ش ش، والاندنج ساوند الاس برضو، فهي بتنطق شورتس، 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 شورتس. ثالث نوع من انواع الملابس هنا التي شيرت. مركز معايا يا عبد الله وانت يا عبد الرحمن. تي شيرت، تي شيرت، تي شيرت. البيجيننج ساوند هنا التي، والاندنج ساوند برضو التي، تي شيرت، تي شيرت. ونمبر 4 يا اصحابي هو السويتر، سويتر. مركزه معايا يا جنى انت وعبير وندى، سويتر، 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 الستره المصنوعه من الصوف او البلوفر الصوف زي ما احنا عارفينه. والبيجيننج ساوند هو الاس، والاندنج ساوند الار، ار، سويتر، سويتر، سويتر.
ونمبر 5 هي السكيرت. سكيرت سكيرت. مركز معايا يا مازن انت واحمد؟ سكيرت البيجينينج ساوند هو الاس س والاندينج ساوند التي، فهي بتنطق سكيرت سكيرت سكيرت. نمبر 6 هو الجاكيت. جاكيت جاكيت. البيجينينج ساوند هو الجي جي والاندينج ساوند اللي هو التي، فهي بتنطق جاكيت جاكيت جاكيت. ونوصل للبيج اللي بعد كده وعنوانها Let's get dressed. Let's يعني دعنا، get dressed get dressed يعني نرتدي الملابس، ده expression على بعضه، get يعني يحصل على ودressed dressed يعني الملابس أو الهدوم، فget dressed يعني نرتدي الملابس. وهنا بينقلنا الموضوع مهم جدا يا أصحابي، وهو إزاي أنا بقول على أي حاجة هي ملكي أو ملكه أو ملكها. يعني أنا لو عايز أقول على حاجة بتاعتي أقول إن هي ملكي، فبقول عليها my my. طب لو أخويا عنده حاجة وأنا عايز أقول عليها هي ملكه هو بتاعته هو، بقول عليها his his يعني ملكه. طب لو أختي عندها حاجة وعايز أقول عليها إن الحاجة دي ملكها هي، بقول عليها her her يعني ملكها. وتعالوا نتكلم عن الموضوع ده شوية. يعني إيه الضمائر يا أصحابي؟ الضمائر يعني الكلمات اللي بتعبر عن إن أنا بقول على نفسي أنا. لما بقول عليك أنت بقول عليك أنت، لما بكلم عنك فبقول أنت، لما بحب أتكلم على حد تاني ولد تاني، سواء كان زميلي في الكلاس روم، سواء كان أخويا، سواء كان جاري، بقول عليه هو. هو in English يعني هي. طب لو عندي أختي مثلا عايز أقول عليها هي، أو زميلتي في الكلاس روم أو قريبتي، بقول she she يعني هي. طب لو أنا وبابا وماما وأخويا عايز أتكلم علينا وأقول إحنا إحنا، يعني إيه إحنا؟ يعني نحن. نحن يعني إيه in English؟ يعني we we يعني نحن، أنا وبابا وماما وأخويا أو أنا وأصدقائي في الكلاس روم. المهم إن أنا وحد تاني معايا اسمنا وي وي يعني نحن. طب أنا لو قدامي مجموعة من الناس، ولاد وبنات أو ولاد بس أو بنات بس، بقول لهم أنتم أو أنتن. أنتم أو أنتن دي اسمها يو، زيها زي أنت بالظبط يا أصحابي، هي نفس الحروف. يعني أنا ممكن أقول يو لواحد بس، ولو مجموعة من الناس واقفين قدامي بيكلموني ممكن أقول لهم هما كمان يو. طب مجموعة من الناس واقفين بعيد عني شوية أو جنبي وأنا بتكلم عليهم بقول عليهم هما، فهم يعني زي، زي يعني هم، هم أو هن. هن طبعا في حالة البنات أو الستات، وهم في حالة الرجال، فإحنا بنسميها زي in English، زي يعني هم أو هن. وكده احنا رجعنا على الضمائر، ونوصل لبيج 22 او صفحة 22 وعنوانها Let's get dressed. Let's get dressed زي ما قلنا يعني دعنا نرتدي الملابس بتاعتنا. وهنا بيزي بي بتقول لنا read and say. read يعني اقرأ، and say ثم قل. my زي ما قلنا من شوية أصحابي، my يعني ملكي يعني حاجة خاصة بي أنا. her her يعني ملكها يعني حاجة خاصة بيها هي. وhis his يعني حاجة ملكه هو، حاجة خاصة بيه هو. طبعا her بتيجي للبنات، لأختي، لزميلتي في الفصل أو في الكلاس روم، لقريبتي. أما his بتيجي لأخويا، بتيجي لصديقي في الكلاس روم، بتيجي لقريبي، بتيجي للأولاد بس. وماي طبعا يعني ملكي أنا، حاجة خاصة بي أنا. فهنا صديقنا في الصورة الأولانية بيقول I can، I يعني أنا،
كان يعني أستطيع. put on يعني يرتدي للهدوم طبعا يا أصحابي. my يعني ملكي. hat يعني القطبعة بتاعتي الطاقية بتاعتي. يبقى I can put on my hat. أنا أستطيع أن أرتدي قطبعتي. الصورة التانية موجود فيها صديقتنا هنا وهي اسمها رانا. فبيقول لنا هنا رانا can put on. رانا تستطيع أن ترتدي hair jacket. hair jacket يعني الجاكيت بتاعها. hair ملكها أو خاص بيها. jacket يعني الجاكيت طبعا زي ما احنا عارفين. والصورة التالتة هنا كريم. فهنا هو بيقول لنا كريم can put on. كريم يستطيع أن يرتدي his sweater السترة الصوف الخاصة به. السترة الصوف بتاعته. وhis اللي هي الكلمة اللي بتدل على أنها خاصة به أو ملكه. وبكده احنا عرفنا الكلمات الموجودة في البيج دي. وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا What can you put on يعني انت تقدر ترتدي ايه بقى. هنا حتى مكتوب فوق الصورة بتاعت بيزي بي think يعني فكر. هي عايزك تفكر انت ممكن ترتدي ايه من الملابس اللي عندك. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا الكلمات الخاصة بيها. عرفنا الفرق بين my يعني ملكي او خاص بيا وhair يعني خاص بيها يعني حاجة بتاعتها يعني ملكها. وhis يعني خاص بي يعني حاجة هو بيملكها حاجة خاصة بي هو. ممكن نكون انهينا الجزء ده وشرحناه. تعالوا نحل بعض الامثلة عليه من كتاب الاكتيفيتي بوك بتاعنا. خليكم معي ويلا نفتح كتاب الاكتيفيتي بوك على بيج 20 او صفحة 20 وعنوانها Let's get dressed يعني دعنا نرتدي ملابسنا. يلا نلبس الهدوم بتاعتنا. وهنا بيزي بي بتقول لنا read اقرأ and complete يعني واكمل. وعايز اقول لك يا اصحابي ان الجزء ده في اليونت دي اسمه life skills يعني مهارات الحياة. انتوا مش مطلوب منكم طبعا تحفظوا الكلمة دي بس انا بعرفكم هو بيحكي عن ايه. هو بيعلمنا ازاي نتعلم مهارات جديدة. ازاي نتعلم ان احنا بنلبس الهدوم بتاعتنا باشكالها المختلفة وانواعها المختلفة. ويعني ايه put on يعني يرتدي. ويعني ايه sweater ويعني ايه jacket ويعني ايه cap. وبيتكلمنا عن الحاجة الخاصة بيا الحاجة اللي انا بملكها. والحاجة الخاصة بي هو أي ولد تاني سواء كان أخويا أو صاحبي أو صديقي. والحاجة الخاصة بيها سواء كانت هي بنت أختي مثلا أو صديقتي في الكلاس روم أو قريبتي. فهنا بيعلمنا الحاجات دي. الحاجات اللي هو بيعلمنا دي اسمها life skills يعني مهارات الحياة. فهنا بيزي زي ما قلتلكو بتقولنا read and complete. وهنا في has كلمة has وفي كلمة hair. has يعني الخاص به الحاجة اللي هو بيملكها ملكه خاصة به. وhair يعني ملكها أو خاصة بها. فهنا المفروض مدينا بعض الجمل وفيها طبعا فراغات أو أماكن أو فيها نقاط محتاجين نحن نكملها بhis أو hair. فأول جملة موجودة تحت الصورة دي وبيقول لنا فادي ده اسم الولد اللي في الصورة. فادي كان يعني يستطيع. put on أن يرتدي. ودوتس بعد كده كاب. الكاب ده المفروض إن هو بتاعه فبنقول عليه هز ولا هير يا أصحابي. شاطرين بنقول هز. يبقى فادي كان put on his cap. his cap يعني الكاب بتاعه يعني الطاقية بتاعته. طب هنا الصورة التانية موجود تحت منها كلمة فريدة. فريدة تستطيع put on أن ترتدي
دوتس جاكيت، المفروض الجاكيت ده اللي هو الخاص بيها، الجاكيت بتاعها، فنقول عليها هيز ولا هيري أصحابي. فريدة دي بنت فهنقول عليها هير، يبقى فريدة كان put on hair jacket. طب تالت صورة موجود تحت منها مازن، كان مازن يستطيع put on أن يرتدي dots t-shirt، فالمفروض مازن ده ولد، هنقول عليه his ولا هير؟ شاطرين، his، يبقى هنقول مازن كان put on his t-shirt، his t-shirt التيشيرت بتاعه. وتاني حاجة مطلوبة مننا هنا في البيج دي، بيزي بي بتقول لنا trace، تتبع، نمشي بالقلم الرصاص بتاعنا، and the color، and the color ولون. فإحنا نتتبع، هنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا على الدوتس الموجودة في الصور، وبعدين نعمل coloring أو نلون الصور دي بألوان الجميلة بتاعتنا. وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، واللينكس بتاعتها موجودة في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.